جرب سناكس ترندين تيك توك. سكيت كتير طيبة، وأول سناك معنا لليوم حيكون من ماكدو. أي سناك؟ الآيس كريم. كريم مع الكوكيز. Okay, I want to order آيس كريم. Thank you. وهذه الآيس كريم وجبنا هيدا التبروير رح نفتحه، وهلأ شيل الوريق. هون الكوكيز رح نكسرهم. انتوا فيكم تحطوا الشوكليت اللي بتحبوه. والان كنت ويت لحتى تذوق. واو سوبر طيب، سوبر. الايس كريم كثير مسقع. يم يم يم، من اطيب السناكات. بليز جربوها، كلكم روحوا جربوها. بعطيه 9.5، انا بعطيه 10. فين سناك معنا لليوم؟ بوب كورن مع سكيتلز. يلا نجربها سوا. بنحط زيت سكيتلز، ندعوها هون. وهيدا منظر البوب كورن، بلش يفرقع سقلي، صار لازم نغطيها. يعني الريحه، شو الريحه نيرفانا؟ كراميل مع شوكولا مع بوب كورن. فاذا احترق في شيء، الطنجره تحترق اعزائي الاصدقاء. خلينا نشوف شو بدنا نعمل. طفي طفي. That was bad. ماذا يحصل هنا؟ السكر عم بيحترق. خلطيها نيرفانا. كانت تذوق. شو هيك؟ المشهد مبكي هنا. يمكن نحن خليناه وقت اكثر. ثاني شيء المطبخ كثير غطيته، فما بعرف ليش. لسا مين عرفت انني لا اراكي ولا نيرفانا؟ بحس انه اذا دقرناهم بايدنا رح نحترق، فرح نستعمل شو اسمه؟ تشوبستيكس. لا شو اسمه؟ العيدان الخشبية. يلا دوقي. الطبخة كلها ما لها طعمة، هي أكثر شيء بندم عليه بحياتي. بدي أنا أدوقها. أح اترقت. اوعى تجربوها ببيت. بعطيها ناقص 10 من 10. قد ايه بتعطيها؟ ناقص 100 من 10. من هلا وطالع السناكات حيكونوا كلهم بدهم ثلاجة. أول سناك معنا عسل. يا عسل! عن جد؟ لا. فيرميسال! بدنا نفتحها بهذه الطريقة. نضع بقلبها العسل. طلعت نص القنينة، من بعدها رح نحط الفيرميسال الملون. هذا القمع. قنية العسل رح نحطها بالثلاجة وندوقها من بعد ما تثلج. السناك الوات ايفر نمبر لليوم رح نعوز هيدي يلي بنحط فيها المي لحتى يصير عندنا كيوبس ثلج. هودي ساور كانديز يلي كلنا بنعرفهم. بالقبل بدي اعملها سيركل بهذا الشكل ونضعها بهذا البوكس الجميل عالثلاجة. يا عمري انتو. اول انجريدينتس بهيدا السناك هو البلو بيري. ثاني سناك هو الستروبري. جيبي لنا عسل نيرفانا. بهيدا الوقت انا رح اقطع الستروبري مع البلو بيري. وهلا رح نحط كذا ملعقة لبن. ملعقة، اثنين، ثلاثة. وهلا عسل. بيسي محرقص لأنه ما مخليه. اوكي زين ماما. بدها تقبل المتا. عم نخلط. لازم يطلع جامد بهالقوام. شو يعني النسب؟ ما بعرف. وهلا رح نحط نقطة فانيل. وهلا رح نستعمل صينية الإزاز، ورق الزبدة. وهلا رح نستعمل الخلطة اللي عملناها. يا تعبرني تتسلق الجبال؟ يا تعبرني. هيدي القطعة الثانية. شو هيدي هي الخلطة اللي عملناها، السناك اللي عملناه، وهلا رح نحطها بالثلاجة وسوف ننتظر عليهم كي يتثلجوا. يتثلجوا؟ كل بعد ما ثلجوا السناكات، أول سناك معنا هو هودي ساور كانديز، وهذا العسل، وعندنا هيدا الفويكي مع اللبن يلي عملتهم أنا، نطيتهم شوي لحتى يذوبوا نتفي لأنه بدي أحطهم بالشوكليت وبعدين ردهم على الفريزر. واو أي لاف خليني انا اجرب نتفي. جربي. لا عم تعمليها نزول، ما عم تعمليها نزول. اوكي ثلاث ساعات. يا اي لايك.
واو يا ماما حلو. خلينا نروح على السناك. قديمتو قديمتو عطيها بعطيها 10 over 10. 10 over 10 definitely. انا بعطيها 9 over 10 كتير طيبة. وهلا في تشالنج كتير قوية. ليه؟ لانه نحنا ما بناكل الكانديز يعني مثل هول. فالتشالنج انه نرفعنا رح تدوق. ليكو لأي درجة عم تضحي؟ ما عم تقبل. لا انا ما بدوق. بس فرزناها لحتى نشوف كيف بتصير. شليها فيك تشليها حتى نشوف اذا ساتسفاينج ولا عادي. يا طيب كتير زين. هلا هي المفروض تكون اكثر ثلج كانك عم تاكلي ثلج زيز. هيدي لا عم تعلق بس اني anyway, طيبه وكاندي مثلجه يعني عرفتوا. وهلا بدنا غطس هيدي بالشوكولا السائح. هيدي هي الشوكليت. نفتح شو بكي قاعده عسعى اجري. ها فكرت عم يمشي شي على اجري. وهيدي رح نحط فيها مي سخنة وسوف نضعه. بده وقت هلا بده وقت. لكل حدا حابب يدوب الشوكولا ومنه عارف كيف بهالطريقة يا عمري انتو. خلصت الشوكولا قد دوبتها تقريبا. رح ندوقها بعد شوي بس تجمد. وحدة مع الشوكليت وحدة بلا شوكليت. ترى عالتلاجة. 1 hour later. نسب بعد ما ثلجوا رح ندوقها. دوقي يلا فرجينا. يام كثير متلجة. سوبر طيبة. طعمت لبن اصلا عطيتها فريشنس بس مش مبينه بس طيبه كثير. بس انا هلا رح ادوق يلي ما فيها شوكليت لانه انا حدا ما بحب الشوكليت. فرح شوف ايها اطيب. حس هيدي اكيد هي اطيب بالنسبه لإلي لانه نحن ما بنحب الشوكليت. بس لما محبين الشوكليت رح يحبوا هيديك اكثر. بلس هيدا السناك سوبر طيب. ويكي فريش وشوكليت الكومبينيشن بيرفكت. هلا كورن يعني الذره بنشيل نقشره. تأكدوا ما يكون في جيران تحتكم لأنه نحن الجيران رح يجوا لينا. أعتقد خليكي. ترى ونرفعها رح تعمل لنا الخلطة يلي رح نحطها على الذرة يلي هلا عملناها. زيت زيتون باربيكيو بهارات بابريكا. والآن اخلطي بهالطريقة. الريحة غير. يلا سوف نذوق. اكسكيوز مي. يوم 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 ميكو بتشهي. يامي واو. بين كل اللي عملناه هون يفوز يفوز يفوز. هو الذرة المشوي اولادي كتير طيب فكيف اذا ما حطيت له هيدي الخلطة. والترند الاتي فروت رولز مع ايس كريم. واخيرا الحمد لله يا ربي انه نحن رح نجربها لهي الترند يلي اخذت شهره عالميه على صعيد العالم اجمع. اول ستيب هي رح نشيل وحده من الفروت رولرز. نضع الايس كريم عليها. نحط عليها حبتين فيرميسيل. واو واو. بس ننتظرها شوي. المفروض تكون جنبي. يلا دولي يا عمي يلا. هلا انا ما بحب الكانديز وهودي القصص. نوت باد بس مثل ما اخذت شهره ولا لا؟ بس شو يعني؟ فلسفه؟ اكيد فلسفه، ما لها زوم يعني. انه سبب اعطيها 4 من 10. 4 من 10؟ ذوقيها نرفانه. نوت باد مش مثل ما قال. واو حلم واصبح حقيقه. خليكم عم تاكلوا الايس كريم بهيدي الطريقه بلا هالفزلكه. باي. وهيدا كان فيديو السناك. اعملوا لايك كومنت شير وسبسكرايب وفعلوا الجرس ليصلكم كل شيء جديد لنا. وما تنسوا تعملوا لنا متابعه على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه فينا انستغرام سناب شات وتيك توك. خبرونا اذا حبيتوا الترند لليوم وايها المفضله لديكم وايها حتجربوا وايها جربتوا واي متى. باي باي.